اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع الاثنين النجوم الصاعدين ان شاء الله اللي هنشوفهم قريب مع الفريق الاول، طه محمود واحمد سيد غريب. طه، كنت بسالك بقى عن يعني شعورك وانت بيعرفوك او بيكلموك عندك بكره تمرين ان شاء الله مع الفريق الاول. هو شعور بصراحه بالنسبه لي حاجه قويه جدا. انت طالع مع احسن نادي في افريقيا. انا ممكن طبعا بيبقى في رهبه، بيبقى في شويه خوف، انت شايف برضو لعيبه بتشوفها التلفزيون، بتشوف لعيبه كبيره، فدي بصراحه يعني احساس ما يتوصفش بصراحه بالنسبه لي. مين اللي كلمك، الاداري ولا مين؟ كان كابتن خالد والاداري وبرضو كلموني. بس هي الفكره، انا طالع برضو كان ليا هدف معين، ان انا عايز اشوف انا مستوايا فين بالنسبه لهم. ودي حاجه بس يعني ليا انا باصص لقدام. يعني ان انا برضو ان شاء الله الواحد ربنا يكرمه يطلع مع الفريق الاول، بعد كده يحترف بره. فدي حاجه كويسه جدا. فانا طالع اشوف مستوى انتوا مستواكم فين وانا فين. هل ان انا يعني هل ان انا ممكن كمان سنتين مثلا اقدر ان انا اشارك اساسي معاكم ولا لا. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، ان انا اطلع اشوف مثلا في التمرين الماتش الودي ده كان بالنسبه لنا حاجه قويه جدا. اللعيبه بصراحه حسستنا ان احنا يعني معاهم، ان احنا معاهم في الفريق الاول. احنا موسيماني قال لك ايه اول ما شافكم انتوا كمجموعه، حتى يعني اللعيبه اللي طالعه قال لكم ايه؟ هو انا اتكلمت معاه بالظبط يعني دقيقه او اقل حاجه كده. هو يعني شرف بينا جدا وقال لنا اهم حاجه ان انتوا يعني تتمرنوا جامد، وان انتوا تركزوا، وان انتوا تتعلموا. ده اهم حاجه، ان احنا برضو يعني اللعيبه دي كبيره، احنا بناخد من خبراتهم. دول لعيبه، في لعيبه لعبت كاس عالم، وفي لعيبه فخبرات كبيره جدا هم بينقولها لنا حتى في التمرين، حتى في الكلام معاهم. فحاجه بصراحه يعني حاجه انا اتشرف بيها بصراحه. كويس. في يوم من الايام. انت بتدرس ولا خلصت دراسه؟ انا كنت مدرسه كنديه الدوليه سي اي اس اي، ودلوقتي في بيزنس في الاكاديميه البحريه. تمام.